بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم احبائي في هذا الفيديو اللي هنتكلم فيه على التوجه الحديث او الاتجاهات الحديثه في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمه البحث العلمي. الموقع بتاعنا النهارده هو عباره عن كوليكشنز، مجموعه من التولز، الادوات اللي كلها بتخدم البحث العلمي بطريقه احترافيه وبطريقه ممتازه. طبعا يعني الموقع هنحاول نقصر الفيديو على قد ما نقدر، لكن ده ما يمنعش ان احنا ممكن نعمل فيديو واحد واثنين وثلاثه، لان المواقع دي فعلا بجد انا في نقط معينه احيانا بقعد فيها فتره عشان اعرف بتتحل ازاي عشان اقدر اوصلها لحضراتكم. فخلونا نروح مع بعض على الموقع بتاعنا. الموقع كما هو الحال يعني مش هنتكلم على التسجيل فيه، ولو انه طبعا التسجيل فيه انا هبعت برضو لحضراتكم، في ناس كتيره موجوده عندي الايميلات بتاعتها، لكن بسرعه سريعه انا دلوقتي هعمل الموقع بهذا الشكل. اول ما بتدخل على الموقع تسجيل فيه كما هو في جميع المواقع، يا اما من خلال الجيميل يا اما من خلال الايميل العادي كما هو معتاد. زي ما حضراتكم شايفين انا دلوقتي موجود على الموقع قدام حضراتكم، هكتب الايميل بتاعي واكتب الباسورد واقوم جاي داخل بطريقه سريعه، وبالتالي انا هنا بعمل كرييت للاكونت بتاعي. فطبعا لك الحريه انك تستخدم اي اكونت انت عايز. برضو أسئلة تقليدية، إزاي سمعت عننا؟ سمعت عنكم من خلال اليوتيوب؟ أنت بتشتغل إيه؟ والله أنت بي اتش دي ستيودنت ولا أندر جراديوت ولا ريسيرش؟ أنا هختار بروفيسور الكيتشرز وهقول له نيكست. يعني مجموعة أسئلة كلها بيجمع بيانات عن الناس اللي موجودة. مجرد ما بتدخل بيقول لك الخطوة الأولانية في الموقع إنك تحمل المقالات بتاعتك أو تحمل الملفات بتاعتك. والموقع بيديك أكتر من طريقة تحمل بيها الملفات. اولا هتشيك 40 نقطه من 40 نقطه، لو انت خدت الرابط بتاعي اللي انا بعته لك ده هيبقوا 60، بس هتعمل اللي انا هقول عليه ده دلوقتي. اول حاجه لازم في الاول طبعا ان احنا نعرف الطرق اللي نحمل بيها الابحاث بتاعتنا. طبعا ممكن احمل من الكمبيوتر وده جميله جدا، وممكن احمل البايب تكس لو انا عندي، طبعا البايب تكس ده طريقه لكتابه المراجع، لو انت عندي الجي او اي او الدوكيمنت بتاعتنا الانديكيتورز بتاعتها اللي موجوده في كتير من المواقع ممكن، طبعا كامينج سون جوجل درايف ممكن ادخل مانوالي، طبعا في اكستنشن ممكن انزله بحيث ان انا لو كنت عند اي صفحه فيها مرجع هو يجيبه لي ويحطه لي هنا مباشره. احنا قلنا مش هنعمل الدايره كلها، احنا هنخش بشكل سريع عشان الناس اللي عايزه فيديوهات قصيره. اروح على ابلود فايل، برضو من الجميل جدا 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 في هذا الموقع، يا ريت حضراتكم بس تلاحظوا معايا ان هو بيديك قد ايه. اولا احنا في النسخه الفري، والفري ده معناه ان احنا في الفري بلان زي ما انت شايف، ما عنديش اي حاجه خلاف الفري، لكن عطيني 1 جيجا يعني ممكن احمل لغايه 1 جيجا ملفات، فاي بحث حضرتك هتشتغل عليه هياخد 1 جيجا. ده برضو الموقع دي ميزه من مميزات الموقع انه بيحمل لك لغايه 1 جيجا. تخيل ال 1 جيجا ده ممكن يخليك تحمل قد ايه. برضو من الحاجات الجميله جدا جدا اللي انا بحبها فكره ان هو ممكن يحمل لي فولدر كامل، يحمل لي فولدر كامل، ودي برضو من ضمن الحاجات الكويسه. طبعا انا في المستندات عندي ما عنديش حاجه، المستندات فاضي زي ما انت شايف، there is no items، وبالتالي انا عايز اجيب اد دوكيمنت هيوديني عند نفس الصفحه واللي عايز تحمل الحاجات دي ازاي. فهنا الدايره دي انا ممكن احمل فولدر فاقول له تشوز فولدر، تعال نختار فولدر مع بعض، هيقول لي الفولدر بتاعك هو اسمه ايه، هاخد مثلا الفولدر ده هو وده فيه مجموعه من المقالات واقول له ابلود. بيقول لي الفولدر ده فيه 7 مقالات، يعني احنا هنحمل 7 مقالات، هل انت اونلي دو ذيس اف يو تراست ذيس سايت، لو انت واثق في الملف ده ان حد مش عايز، يعني انا ده كمبيوتر بتاعي وانا مش هحط فيروسات لنفسي. هيبدا يحمل زي ما حضراتكم هتشوفوا في الموقع، بيقول لي اي اي بيرفورمانس مي بي، يعني بعض الملفات اللي هيزيد حجمها عن مليون كاركترز. طبعا مليون كاركترز ده في حدود علمي انا برضو ممكن يكون كتاب مؤلف من حوالي 700 800 صفحه، وده يعني ما فيش ملفات يعني ما قد تكون يعني، لكن هو ده الاكسبشن الوحيد. فابدا اقول له لا ما عنديش مشاكل. طبعا هنا بيجيب لي ان انا عندي 1 جيجا، بيقول لي يو ار انت عندك تو كوليكشن، يو ار ات يور كوليكشن ليميت، لانك انت في الفري فعندك تو كوليكشنز،
بليز لو انت عايز اكتر من كده ممكن ان انت تحمل. انا طبعا مش عايز اكتر من كده، تو كوليكشنز ماشي، احنا نحاول نكتشف الموقع. بس الجميل في الموقع ده يا جماعه هي اسعاره، برضو هنوريها لحضراتكم دلوقتي. هو هنا بيحاول يحمل، وفي اثناء ما بيحمل بيقول لي والله في امكانيات حاجات انك انت تعمل خطوات، اعمل امبورت للفايل وبعدين تبدا انك انت بقى ايه يتحمل عندك بهذا الشكل. زي ما قلت ان الجميل في الموقع ده هو انك انت ممكن يعني تتعامل مع اكتر من ملف في نفس الوقت زي ما هنشوف حالا. طب لو انا رحت على، طبعا انا عملت سبعه ما خدوش حاجه، وده طبعا شيء. لو انا رحت جو تو ورك سبيس، في الورك سبيس المكان اللي انا اعمل فيه الشغل بتاعي، فبيقول لي توصل يعني انك انت طريقه يعني تنظيم مقالاتك هو ان انت تحطها في مكان وتبحث عنها ازاي، بيديك بعض التفاصيل حوالين وازاي انك انت هتنتقل من حاجه لحاجه، بيديك التفاصيل وازاي تغير في الحاجه اللي موجوده. زي ما انت حضرتك شايف انا حملت المقالات بتاعتي، انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ لا انا هنا في الدوكيمنت دولت موجودين، طبعا انا ممكن اقوم جاي معلم على المقالات كده دي كلها، واقوم جاي اقول له والله حطها لي في مكان معين. طب عايز يحطها فين؟ اقول له اد تو كوليكشن. طب عايز انه كوليكشنز في الاول فايل ولا فيفوريت؟ اقول له والله لا يعني انا عايز اعمل كوليكشن، يعني هنا ممكن اقول له كده انا عايز اعمل كوليكشن جديد. هيقول لي هتسميه ايه؟ هقول له مثلا سميه اي حسب الموضوع، وليكن مثلا بروفيشنال ايدنتيتي مثلا، على اساس ان ده الموضوع اللي انا مهتم بيه. بيقول لي شير كوليكشن وورك سبيس، اه طبعا شير كوليكشن وورك سبيس، واقول له كده كرييت كرييت، هيبدا يعمل لي بقت موجوده بروفيشنال، واقول له كده اد، هيحط لي كل المقالات دي في الكوليكشنز ديت اللي موجود فيها الورك سبيس كنوع من التنظيم. طب انا عندي مقالات بالموضوع ده، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تتعامل مع مقاله، خليني الغي ده كده دلوقتي، عايز تتعامل مع مقاله او فتضغط على المقاله كده يجيب لك الابستراكت بتاعها. جميل جدا الابستراكت بتاعها، مش ابستراكت كده اي كلام زي معظم المقالات اللي احنا بنشوفها، لا ابستراكت معمول بطريقه احترافيه احترافيه، تمام. فهنا برضو بيجيب لي الابستراكت بتاعها. طب افرض بقى ان انا عايز اسال اسئله حوالين المقاله دي، اقول له اسك، انا عايز اسال المقاله دي، انا كده متعامل مع مقاله واحده. لاحظوا بس الحته الصغيره دي، ويعني يا ريت تلاحظ ان هو لان انا لما ابقى عندي في المقاله دي مش هلاقي طريقه ارجع بيها للموقع تاني، خلاف ان هو فتح اي يعني هو فتح تاب تانيه وبقى عندي التاب فيها المقالات وتاب تانيه دي. خلي بالكم يعني من الحته دي، ممكن يكونوا فاتحين حاجات كتيره تقولوا طب انا عايز ارجع للنقطه الاساسيه، ارجع ازاي؟ بيقول لك هنا طبعا انا اقدر اعمل ايه مع المقاله دي؟ اقدر طبعا اعمل لها تشات، اقدر اعمل لها انوتيشن يعني اظلل فيها حته واكتب عليها تعليق، فول تكست ابص فيها كلها اشوف خصائصها. مش بس كده كمان، ده انا ممكن اختار تكست معين واعمل له هايلايت واعمل سناب شوت اخد لقطه من كل الكلام ده هو. خليني بس الغي ده. خلي بالك بقى من الايقونه الجميله او الايقونات اللي ظهرت هنا، الايقونات اللي ظهرت هنا والايقونات اللي ظهرت هنا، الايقونات. انا ممكن اسيبك واقول لك والفيديو جميل وخلاص كده ونشوفك الفيديو القادم، هو مش هتعرف تعمل حاجه صدقني يعني. الناس بس اللي عايزه، انا بشوف فيديوهات سريعه للناس اللي عامله المواقع دي مجرد شويه موسيقى وتيك تيك تيك تيك، ما اعرفش انا شخصيا ما بفهمش منهم حاجه بيقولوا ايه اساسا. المهم انا دلوقتي انا عندي في المقاله دي ممكن ان انا، خلي بالكم بقى هنا في لغات اخرى بس للاسف اللغه العربيه مش انكلودد، مش موجوده، تمام. انا ممكن اسال بالعربي اه، بس الرد هيكون لغه من اللغات دي. ممكن تسال بالعربي، ممكن طبعا اكيد الفرنش موجود او موجود اكيد، الاسبانيش الكوري الاوكرانيين البولش، لكن ما فيش اللغه العربيه. هنا بيقول لك بص حضرتك بقى افيلبل مسج كريدت 60 من 40. ليه 60 من 40؟ لان انا يعني اللينك بتاعي اعطاك 20 كمان زياده، اعطاك 20 زياده، لكن لو دخلت لوحدك هتحصل. خليني برضو معلش عشان خاطر الناس اللي ما بتاخدش بالها انا بتكلم في انه جزء، حضرتكم لو لاحظوا هنا بقى 60 من 40. ايش معنى؟ لان انت رحت من خلال الرابط بتاعي، فلو حضرتك عايزني ابعت لك رابط تاخد 60 اكتب في التعليق وحط لي الايميل بتاعك وانا هبعت لك الرابط اللي انت ممكن، لان للاسف ما فيش رابط موحد لكل الناس، الرابط مش موحد كل واحد مش ليه، لكن كل واحد ليه رابط وفقا للايميل بتاعه، فلازم حضرتك تبعت لي الايميل بتاعك عشان اقدر. طبعا انا عندي مجموعه من حضراتكم كتيره جدا ليها ايميلات لكن ما اعرفش، لكن لو انت عايز ال 20 الزياده دول لو انت عايزهم مش محتاجهم خلاص ممكن تخش بالرابط العادي، لكن للاسف هم مش عاملين رابط موحد لكل الناس تخش بيه، لازم رابط تبعت لي الايميل بتاعك انا ابعت لك
اعمل لك لينك خاص بيك وابعته لك على الايميل، وانت تخش هتلاقي نفسك بقيت خدت ال 60. بس عشان تاخد ال 60 لازم تفعل الموقع بتاعك، تحمل مقالات، تحط المقالات دي في الورك سبيس زي ما انا عملت كده. تمام، فاخدت ال 60 بهذا الشكل. تمام، نرجع مره تانية. انا اقدر اعمل ايه؟ زي ما قلت اقدر اعمل حاجات كتيره. خليني هنا اهوت، اقدر ان انا وانا مثلا بقرا في المقاله كده، وانا في المقاله في هذا الجزء كده بتعجبني حاجه معينه، فممكن اخد الجزء ده بيقول لي ايه هايلايت تكست، فانا اقوم جاي رايح كده عامل هايلايت كده للتكست. فاول ما بعمل هايلايت بيبدا يسالني يقول لي انت دلوقتي انا بعمل هايلايت لده بهذا الشكل. بعد ما اخدت الايقونه ديت عملت هايلايت بهذا الشكل. فالهايلايت طبعا ممكن طبعا بطريقه تانية، هنا مكتوب ايه انوتيت، وهنا مكتوب دوكيمنت بروبابيلتيز، وهنا مكتوب سيرش، وهنا طبعا التشات اللي مطلوب مني. لو انا عايز اعمل حاجه معينه اظلل اعمله بلون معين، اقوم جاي عامل كده، واول ما بعمل كده بتظهر لي الالوان دي واكتب انا عايز اعمل ايه. فممكن اختار لون زي ده هيبقى باك جراوند للموضوع، واقول له مثلا ايه انترودكشن، دي الانترودكشن مثلا، طبعا رايح بس السبيلنج انترودكشن، واقوم جاي اقول له سيف. هلاحظ ان دي بقت هتبقى لون مختلف، ما اعرفش ظهر عندكم ولا، لون اصفر اللي هو الكراني ده شويه. طبعا هنا الدوكيمنت انوتيشنز انا عملت كده انوتيشن، لو انا رحت هنا هبص هلاقي ادي اللي هي اللي انا الانترودكشن اسمها الانترودكشن، وانا ظللتها. هرجع مره تانية، لو انا عندي حاجه مثلا كده حاجه تانية قابلتني وانا عايز ان انا اظللها برضو او اختارها برضو بنفس الطريقه، لكن انا بيختار على شكل مستطيل. يعني شكل مستطيل معناه ايه؟ خليني ان الحاجه كده تتاخد على شكل مستطيل، مش هقدر اقف في حته معينه، لازم اكمل شكل المستطيل بهذا الشكل. وبرضو اختار له لون وليكن اللون ده هوت، واسمي دي كده مثلا ايه الميدياتنج. تمام، واقول له كده سيف. طبعا كنا بنحتاج نروح مثلا لموقع زي موقع، طبعا انا لحظه ما عملش تظليل لكن حطها لي جوه مستطيل الكلام ده. طبعا كنا بنحتاج نروح موقع اخر ونعمل الكلام. برضو مش عايز اطول على حضراتكم، لكن هنا ممكن تسال اي سؤال اي سؤال. فانا مثلا باجي في بختار العلامه دي كده، تمام، وبعدين باجي في الجزء اللي تحت دي اكتب سؤالي، اقول له مثلا سامرايز، لخص، عربي انجليزي مش مشكله، لكن اللي هيكتب هو بالعربي. لحظه انا عندي 60 من 40، فلما هسال سؤال دلوقتي وجاوب لي عليه فوق هنا هيبقوا 59. حضرتك لو ما رحتش من زي ما قلت عشان تاخد الرابط ده لازم تبعت تكتب لي في التعليق بتاعك الايميل بتاعك عشان انا اقدر ابعت لك الموضوع ده فتستفيد من الفكره. فزي ما انت شايف بتبقى موجوده، بيقول لي ذا بيبر تايتل مش عارف كذا، وبيقول لي ارقام الصفحات وجاب الكلام ده منين، من صفحه رقم 1 وصفحه رقم 3 والصفحه رقم 7 والصفحه رقم 8 مثلا يعني. فهنا هو بقى 59 من 40، في حاجه اسمها 59 من 40، اه ما في 20 بونص اللي احنا بنتكلم عليهم. طيب كمان احنا عرفنا كده نقدر نعرف ونقدر نظلل ونقدر يعني او سواء كده ان هو اسمه ايه سيلكت تكست، اختار نص معين عشان اسال عليه اسئله معينه، او اظلل واعمل له نوتيشنز، او اعمل مستطيل وبرضه اعمل له نوتيشن. ده جميل جدا. عايز ارجع دلوقتي للنقطه الثانيه، يبقى احنا عرفنا ازاي نحمل، وجميل جميل جدا جدا انت عندك 1 جيجا، يعني انا نزلت 7 مقالات هم 3.9، يعني ما كملوش 4 ميجا. الواحد جيجا الناس اللي ما تعرفش 1000 ميجا بايت، يعني انا كده لسه في ولا حاجه. بعد كده عندي حاجتين تانيين برضه هنقولهم بشكل سريع، اللي هي الاي اي تيبلز. ان انا ممكن اقول له كده، طبعا دي 7 داي ترايل، انت قدامك يعني 7 ايام تجربه بس وبعد كده لا. طيب نجرب كده ونشوف شكله عامل ازاي. ده قريب جدا من اليسيت. اليسيت لو حضراتكم كنتم متابعين معايا في الاليسيت، يعني كنا بنقدر نعمل حاجه زي كده. هتشوفوا هتفتكروا ده نسميه ايه، ده نسميه مثلا سمرايز، هسميه ده ملخص مثلا، ميك تيبل شيرز اكروس كذا، فاقوم جاي عامل كده واقول له ماشي خليها شير. بيقول لي اد سورسز، اروح اقول له اد سورسز، هيقول لي ايه، اقول له اختار كل المقالات ديت ال7 مقالات بتوعي اختارهم اد سورسز، اضفت المصادر. هنا طبعا بيقول لي ممكن تسال اسئله وممكن، تمام انا فاهم عامل ايه. طب هنا بنبدا نسال سؤال، اقول له اسال سؤال، السؤال هيبقى بلغه انجليزيه، اه خلينا باللغه الانجليزيه لان مفيش العربي زي ما حضراتكم شايفين، اللي عايز لغه ثانيه هيلاقي. طب العنوان ايه؟ اقول له مثلا سامبل سايز، سامبل سايز. تمام؟ فبساله بقول له بقى في كل مقاله اقول لي كده وات وات از ذا سامبل
سامبلز اور بارتيسيبانت اللي هم المشاركين يعني ان اتش ستادي. قول لي كده في كل واحده هم في كل دراسه يعني كان مين هم المشاركين، حجم العينات قد ايه، ذا نمبر يعني قول لي المشاركين خاصه اسمهم عامل ايه، واقول له اد، يبقى هيعمل لي عمود اسمه سامبل سايز وهيكتب لي فيه المعلومات ديت. طيب هيكتبه اوتوماتيك؟ لا للاسف مش بيكتبه اوتوماتيك، يعني انا بروح كده على الدراسه الاولانيه اقول له جنريت انسرز، واقوم جاي نازل على الدراسه الثانيه اقول له جنريت انسر. ممكن بعد كده على فكره يكون في سؤال حاجه واحده تتم، وممكن يكون في المدفوع، واحنا برضو بنخاطبهم على فكره في اي موقع انا بقول لهم ادونا فرصه ان احنا نشوف الحاجه المدفوعه عشان الناس تقدر تشتري بشكل هنا يعني بينزل لي زي ما انت شايف كده. دول المشاركين كانوا مين؟ كانوا دول عباره عن التيتشرز، مجموعه من المعلمين، وكانوا من تشاينا في ميل ستيود ام في ميل تيتش سكول تيتشرز، ودول كان 2400 المعلومات اللي انت ممكن تدوخ عليها عشان تجيب. اذا انت عملت كده لتريتشر ريفيو، طبعا ممكن تعمل عمود تاني. انا وجهه نظري ده احسن من اليست في ايه؟ في كم المعلومات، كميه المعلومات الصراحه مريحه جدا وجيده جدا وكافيه، كافيه بمعنى انها كلمه كافيه. طبعا هنا بيجيب لك كل مقاله وبيقول لك المعلومات بتاعتها، طبعا الدراسه دي كان فيها اكتر من دراسه داخليه، فبالتالي بيجيب لك كل دراسه عملت ايه. يعني كان في دراسه كان حجم العينه فيها 102 نفس الدراسه جوه منها، وهنا كان من استراليا 925 من استراليا، 117 كانوا من ماليزيا، فبيديك تفاصيل الدراسه. طيب ده جميل جدا. برضو لاحظوا ان انا عندي هنا اكسبورت، ممكن اصدر الكلام ده، لكن بيتصدر في ملف اكسل مش بيتصدر في ملف وورد. يمكن البعض ما بيحبش الطريقه ديت ان ملف اكسل مش هنحبه وكلام زي ده، لكن لان هو تيبل، لان هو جدول، فبيحول لك في اكسل، فتلاقي نفس الجدول بنفس تصميمه اللي انت شايفه. فخلي بالك انا لو حبيت اعمل سورس، طبعا لو حبيت اضيف مصادر ممكن اضيف مصادر جديده على الكلام ده. طيب في ايه تاني؟ خلي بالك انا دلوقتي بقى 53 من 40، ما انا كل ما بعمل حاجه بيخصم لي. يعني انا جيت هنا في الدراسه دي كاني سالت سؤال عن السامبل سايز بتاع الدراسه دي، وسالت سؤال عن السامبل سايز بتاع الدراسه دي، وهو كل ما بس بضغط ضغطه وبيجيب لي نتيجه جاي مخصم من عندي هنا. فاعتقد ان حضراتكم هتحتاجوا ال 60 كاملين، بس مره تانية عشان تاخد ال 60 كاملين لازم تحط الملفات في الورك سبيس بتاعتك. تمام، زي ما انا عملت كده ات ورك سبيس علشان خاطر يعني تنزل مجموعه ملفات على الاقل ثلاثه ثم تبدا تحطهم في الورك سبيس، هتبص تلاقي ان بقى الثلاث خطوات. وبرضه هقول لحضراتكم حاجه، يعني انت لو عندك صديق ليك، يعني ممكن انت وصديق ليك تعملوا الموضوع ده، يعني ما تبعتليش وابعت لك وكلام زي ده. انت حضرتك لو رحت هنا في الاسف مش هنا، انا يمكن ضغطت غلط، خليني لا مش عايز اشوف الحته دي، عايز اوري لحضرتك ممكن توفر وقت ازاي. يعني انك انت لو عندك شخص او عندك اتنين ايميل، لو عندك اتنين ايميل ابعت لنفسك واحد هنا وابعت لنفسك واحد هنا، هتاخد انت يعني ابعته لنفسك واعمل الرابط ده، اوريك بس ازاي اساس تكسب وقت يعني، وبالتالي ما تحتاجش انت تبعت لي الايميل عشان ابعت لك القصه اللي انا قلت عليها دي كلها. الاسهل من وجهه نظري ان حضرتك تروح على الاكونت بتاعك ده كده في الاكونت هنا في الفري بلان. اسف خلينا برضو ننزل هنا شوف بس كده، في هنا في الجزء اللي تحت، خلي بالك الايميل موجود هنا ومحمد حبشي موجوده هنا، في حاجه اسمها ريفير فريند ابعتها لصديق، فهتبعت لصديقك طبعا هنا هتقول له ايه، تكتب الايميل بتاع صديقك او الايميل بتاعك التاني وتبعتها لنفسك، فهنا هيبعت ايميل تروح لنفسك كده تعمل تفعل، يبقى انت خدت 60 واخدت لنفسك في الايميل التاني 60. معرفش بقى اليوتيوب هيعتبر ده نوع من علاوه تشيتنج ولا لا، هيقول لك ده غش ولا لا، انا بس بحاول اسال عليكم الامر، لان احيانا اليوتيوب بيغلس يقول لك لا انت كده بتعلم الناس حاجه مش كويسه، لكن ابعته لنفسك وبعدين اعمل الموضوع ده شوف يعني، واحنا وانا هبقى اشوف اليوتيوب هيعمل معايا ايه. في جميع الاحوال شفنا دي عامله ازاي. طبعا ممكن بعد كده اضيف سؤال تاني، ممكن اضيف سؤال تاني عادي جدا. طب الموضوع ده جنريت نيو انسر، الاجابه دي مش عجباني اعمل لي اجابه تانية. طب عايز اخد الحته دي، لا انا عايز اعدل بعض الحاجات. يعني قدامك ثلاث بدائل، جنريت نيو انسرز يعني طبعا هنا هيفتح لك النص ده ويقول لك ايه اللي مش عاجبك عايز تغيره او عايز تضيفه، فطبعا ده وارد يعني انك انت تعدل، او انك انت تاخد كوبي من الكلام ده هوت مش عاجبك الاكسل وتروح تحطه في اي حته. تمام، او تقول له التراي دي مش عجباني اعمل لي حاجه تانية، بس خلي بالك برضه هو شغال في العداد الناحيه دي، فانت لكم الحريه. خليني بس عشان اختم الفيديو ولو ان والله الموقع فيه حاجات اكتر من رائعه، لكن نعمل فيديوهات تانية مفيش مشكله. مالتي دوكيمنت شات، مالتي دوكيمنت شات، طب كرييت نيو شات، ايوه عايزين نعمل نيو شات،
وده هنسميه ايه بقى النيو تشات ده، هوت نسميه ليتريتشر ريفيو. ليتريتشر ريفيو ليه؟ ليتريتشر ريفيو لايه؟ احنا مثلا ده بيتكلم عن السايكولوجيكال كابيتال مثلا، يعني ليتريتشر ريفيو وانا بتكلم عن السايكولوجيكال كابيتال مثلا. مثلا هقول له كده كرييت، هنا برضو بيقول لي ميك ذات شيت شيرد اكروس. دايما اختار دي علشان خاطر تبقى الحاجه موجوده عندك بعد كده. طب بيقول لي اد ريسورسز، ما انا ما عنديش غير شويه ريسورسز انت عارفهم اللي هم السبعه دولت، اقول له حطهم كلهم. طبعا لو انا بصيت كده في الريسورسز عندي اللي هو نفسهم اللي موجوده في البيرسونال ايدنتيتي هم، فاقول له كده اد الريسورسز دي. هيعمل اد، طبعا بيقول لي هتعمل ايه وهتعمل ايه، خلاص انا عارف هعمل ايه. ادي الريسورسز المصادر، طبعا المصادر لو انا عملتها هي المصادر دي كلها اللي انا عايزها تمام، وقوم جاي قافل دي كده وارجع ان هو تحط بقى سؤال، اقول له سمرايز اتش ستادي، لخص لي كل دراسه. طبعا انا 52 دول سبع دراسات فالسبع دراسات دول هيبقى شيل من، هيعتبر ده سؤال ويعتبر سبع اسئله. انا كنت لاحظت ان هم بيعتبرهم كانهم من سؤال واحد، طالما ان هيلخص لك سبع دراسات يبقى هيعتبرهم لك كانهم سبع اسئله، فال 52 دولت مش هيقلوا بواحد، ده هيقلوا بكوبشه كده. فهنا بيقول لك الدراسه الاولانيه والدراسه الثانيه والدراسه الثالثه والدراسه الرابعه، بيلخص لك ستادي مش عارف كذا، الدراسه الخامسه والدراسه السادسه لسه فاضل دراسه، وعينينا بقى على ال 25 ده هيحصل لهم ايه. والدراسه السابعه ب 44، طبعا 44 ليه؟ لان حسب ما انا فاهم يعني سبعة واربعة يبقى 11، ده كده كده خد 8 يعني، ما اعرفش خد 8 ليه كمان، يعني المفروض ياخد سبعة بس، يبقى 52 شيلهم من سبعة يبقوا 45 لو انا بعرف احسب صح. هنا برضو الجميل ان كل دراسة لو انت وقفت عملت كليك كده بيقول لك دي دراسة انهو دراسة من الدراسات بتاعتك، وجاب الكلام ده من صفحة كام، فانا لو ضغطت كده هيوديني للمقالة نفسها اللي هي المقالة اصلا بتاعتي اللي انا محملها. لكن هنا بيقول لك مثلا لو انا بصيت هنا بيقول لك تيتشر بروفيشنال صفحه كذا، وتيتشر بروفيشنال اند بيرن اوت، وهنا تيتشر طبعا كلهم من نفس الدراسه، لكن من صفحه دي من صفحه ودي من صفحه ودي من صفحه برضو نفس، هنا دي جزء جايب من هنا وجايب من هنا وجايب من الثلاث صفحات الاولانيين، الجزء هنا من الثلاث صفحات يعني من ثلاث صفحه رقم خمسه، وهنا الصفحه رقم خمسه وهنا الصفحه رقم خمسه، لكن كلهم في المرجع هنا صفحة خمسة برضو صفحة أربعة صفحة أربعة. فأنت لو أنت بقى تشوف الكلام ده جايبه منين هتضغط هيجيب لك المرجع. خلي بالكم برضو إن الموقع فيه إمكانية لإنك أنت تحمل أو تعمل مقالات، طبعا عملت ريست كل اللي عملته ده اتلغى اللي إحنا عملناه تمام، إحنا ده مسمينه الليتريتشر ريفيو، لكن عايز أحمله برضو بحمله من خلال اكسبورت، وهتحتاج إن هو يتحمله برضو ملف إكسل اسمه literature review psychological capital او كذا، ده لان هو بيعملوك في شكل ايه، جدول من الجداول اللي انت شايفها، بيديك اسئله اضافيه ويقول لك psychological capital. طبعا موقع اكتر من رائع يعني من وجهه نظري، كمان ان هو لو ان هو اصلا كمان بيعمل لك citation، يعني بيجيب لك مراجع ومن خلالها يعني مراجع بتاعتك او مراجع اخرى تقدر تعمل citation لها، او تعمل يعني تعمل لها وفقا للاي بي اي او اي موقع او موقع اخر. طبعا هنا في كلمه نوتيفيكيشن يو هاف ريسيفد ا بونس اوف 20 ماسس كريدت فور اكسبتنس اوف ريفر محمد حبشي، يعني انت قابلت انك انت قابلت دعوه محمد حبشي خدت 20 بونص، انت 20 خلصتهم في سؤالين ثلاثه، احنا دلوقتي اصبحنا 44 ماشي لسه في اربعه تمام. احنا برضو على الاقل تعرفنا عن الموقع في خلال ال 20 سؤال اللي هم اتفقنا عليهم. زي ما قلت ان الموقع انا من وجهه نظري موقع ممتاز جدا جدا جدا، اهم بيميزه انك انت لو رحت على اي مستند من مستنداتك وعملت كده بتبص تلاقي لك ابستراكت، وده ما فيهوش اي مقابل، الابستراكت ده ما فيهوش اي مقابل، يعني ما بينقصكش اي نقط على الابستراكت ده، وابستراكت وافي جدا جدا جدا. الدوكيمنت بتاعتك ممكن تتحمل من مصادر مختلفه، من لو احنا الابلود والامبورت، لو انا عايز احمل او اصدر او اجيب، الورك سبيس بتاعك
بيبقى فيه الشغل اللي انت عملته زي المقالات بتاعتك اللي انت شايفها ديت، ومن خلالها تقدر تستفيد. اتمنى طبعا يكون الموقع، من وجهة نظر الموقع اكتر من رائع، محتاج فيديوهات تانية، محتاج نعرف ازاي نستخدم الورك الويب امبورترز، ازاي نستخدم المواقع ده عشان نحمل ملفات مش موجودة عندنا اساسا، ازاي ان انا اعمل سيتيشن، لان هو في امكانية لعمل سيتيشن. هنبقى نعمل فيديو اخر عشان بس ما نطولش على الناس. اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم. دايما في نهاية اي فيديو اقول لك عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.